بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2، وإن شاء الله النهاردة هنخلص شابتر 7، وبانتهائه يبقى خلصنا الكورس بتاعنا كاملا. شابتر 7 كان اللي هو ديزاين بتاع الريتينينج وول، وخدنا خطواته وأنواعه وكل التصميم بتاعه. والنهاردة هنتكلم على آخر جزء فيه اللي هو الدرينج في الريتينينج وول عشان ننهي الكورس بتاعنا. المقصود بالدرينج إيه؟ إن أنا لو عندي دلوقتي التراب بتاعي موجود هنا، هو في مشكلة لو في مية جت، المية اللي جت ديت هتعمل إيه؟ ممكن تعمل ضغط زيادة على مين؟ على الريتينينج وول. فلازم أبتدي أصرف المية اللي في خلف الريتينينج وول ديت. فبنعمل هنا حاجة اسمها فلتر أو ساند وإيه؟ ستون فلتر. يعني ايه؟ يعني اعتبر هنا ده زي حاجة بتاخد المية بس ما تاخدش التراب، عشان ما تاخدش التراب تمشيه، ونحطه هنا بطول مين؟ بطول الريتينينج وول، ونبتدي نعمل هنا ويب هولز او ويبرز كده عشان اطلع المية اخدها واصرفها بعد كده. ده الدرينج بتاعي. يعني الدرينج بتاعي هتلاقي فيه شوية ايه؟ درينج بايب بتبقى القطر بتاعها من 100 ل 200 ملي على مسافات قد ايه؟ 2.5 ل 4. الكلام ده خلي بالك في الاتجاه انه بالنسبه للريتينينج وول في الاتجاه اللي هناك، يعني الكلام ده هيبقى موجود فين؟ في الاتجاه هناك على بعد 2.5 ل 4 ايه متر. في اسلوب تاني ان انا هبتدي اعمل ايه؟ احط هنا هوت حاجه اسمها بيرفوريتد بايب. يعني ايه؟ يعني عندي ماسوره، بس ماسوره مخرمه هنا. الماسوره المخرمه حاجه زي الفلتر كده، تبتدي تاخد مين الماسوره ديت؟ تاخد الايه؟ تاخد الميه بتاعتي اللي نازله هنا، وتبتدي ايه؟ توديها، بس مش هتوديها هنا، هتوديها في الاتجاه ده والاتجاه الاخر. بس الكلام ده لما تبقى الحيطه قصيره. يعني انا عندي حيطه كده هوت مثلا طولها مثلا يعني في حدود مثلا 5 متر او 6 متر، خلاص بدل ما احط الميه تمشي كده، لا انا هحط هنا مالها ايه؟ دي ماسوره مخرمه، تاخد الميه وتبتدي تنزلها في الجهه الاخرى. طبعا مهم، اهم حاجه الفكره كلها ان احنا ما نخليش ميه تيجي في الجزء الخلفي للريتينينج وول عشان ما تعملش احمال عليه. وبكده يبقى خلصنا الكورس بتاعنا. اتمنى من الله الا اكون ثقيل عليكم في الفترة السابقة، وأتمنى من الله أن تكونوا استفدتم من هذا الكورس، وبالتوفيق إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.